نظمت القوات المسلحة احتفالية لتخريج دفعة 54 للملحقين الدبلوماسيين، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات. نظمت القوات المسلحة احتفالية لتخريج الدفعة 54 للملحقين الدبلوماسيين، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات. بدأ الاحتفال باستعراض ومناقشة البحث الجماعي للدورة، تلا ذلك عرض تقرير نجاح الدورة والموقف التدريبي، تضمن ما تم تنفيذه من برامج تدريبية وتأهيلية ومراحل إعداد بدني حصل عليها الدارسون خلال فترة تدريبهم بالكلية الحربية. وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية واهتمام وما اكتسبوه من مبادئ وخبرات راقية خلال دراستهم بالكلية الحربية التي تعد من أعرق السروح العلمية الرائدة للعسكرية المصرية. وأعلن كبير معلم الكلية الحربية نتيجة الدورة، وتم توزيع شهادات التخرج وتكريم الخريجين وتبادل الدروع. ووجه السفير علاء حجازي مساعد وزير الخارجية خلال كلمته الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة لإتاحة الفرصة لعقد الدورة التدريبية للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية، مشيرا إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الخريجين في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح مصر في الخارج وتمثيلها خير تمثيل. كما ألقى اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين والحضور، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة في كافة المجالات العسكرية والمدنية. العمل السياسي والقوة العسكرية متلازمين، ما تقدرش ان انت تشتغل سياسه فقط بدون ما يكون عندك قوه رده وقوه يعني تجعل العالم ينظر اليك باحترام وتقدير. وبالتالي ده كان يمكن المبدا الاساسي اللي دفع القياده السياسيه بان هي تفكر فعلا في تنفيذ هذا البرنامج. انا بعتقد ان هو مفيد جدا، ويمكن من سوء حظنا احنا يعني ناس كبار في السن ان احنا لم نتعرض لمثل هذا البرنامج في شبابنا، ولكن اعتقد انه هذا الموضوع اعتقد هيكون مفيد جدا للاجيال القادمه وهيفيد الدبلوماسيه المصريه، وهو بيصب في النهايه في الامن القومي المصري وفي العمل السياسي الخاص بجمهوريه مصر العربيه. والله احنا دايما بنقول ان هو الدبلوماسي لابد ان تتوفر فيه بعض المواصفات، اهمها هي الصبر والجلد. واحنا يعني النهارده الدوره دي بقى بتخلق لنا نوع من البعد في الدبلوماسي اللي هو الدبلوماسي المقاتل، الدبلوماسي الذي يقاتل من اجل مصالح بلده ومن اجل تدعيم مكانتها وصورتها في الخارج. احنا قضينا هنا 6 شهور كانوا فتره تعايش فعال مع اشقائنا واخواتنا في الكليه الحربيه، عرفنا فيها أكتر عن مؤسسة القوات المسلحة وإزاي بيتم إعداد الفرد المقاتل، وتعلمنا برضو بعض المهارات الأساسية اللي هي تكون ضرورية في حياتنا الدبلوماسية زي قوة التحمل، زي التعامل مع المتغيرات، العمل تحت ضغط. على المستوى المعرفي التجربة بشكل عام كانت مفيدة جدا وساهمت إنها ترفع ثقافتنا وتزود معلوماتنا. على المستوى البدني فالدورة يعني طبعا بفضل طوابير اللياقة اليومية ساهمت إنها ترفع كفاءتنا البدنية
وكمان على المستوى المهاري. الدورة ساعدتنا ان احنا نكتسب او ننمي مهارات مهمة جدا لأي دبلوماسي، زي الانضباط، القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، مهارات القيادة، إدارة الوقت. دوت هيكون هيساعدنا جدا، مش لازم فقط في الحياة الدبلوماسية من بعد، ولكن الحياة الشخصية ذات نفسها برضو، في الجانب التعليمي والمواد التعليمية اللي احنا تعلمناها، الجانب العسكري يكمل لنا العمل الدبلوماسي بتاعنا، يكمل لنا الشق السياسي عند تحليل أي من الأحداث اللي بتحصل حاليا. فبالوقتي في نوع من التاريخ العسكري، في الفكر الاستراتيجي العسكري، كل المواد دي تساعدنا ان احنا نقدر لما نيجي أحلل قضية معينة وتساعدني في عمل الدبلوماسي القادم، يبقى عندي الوجهتين اللي أقدر أحلل بيهم، واللي أنا أقدر أقدم بيهم توصيات لصانع القرار ان احنا نقدر ننفذ عملنا الدبلوماسي بشكل اكمل وجه من خلال ترابط العسكريه والدبلوماسيه مع بعض.